السيدات والسادة، السلام عليكم. هل يتذكر أحد مقولة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حين جاء بوش الابن بحملة لدمقراطة بعض دول المنطقة بالحديد والنار؟ طبعا قال صالح: فلنحلق رؤوسنا قبل أن يحلقوا لنا. لكن من ذا الذي حلق رأسه؟ لا أحد. ويا للسخرية، فإن علي عبد الله صالح نفسه لم يحلق رأسه ولم يضع برنامجا للتحول الديمقراطي في بلاده، فحلق شعبه رأسه باتفاق مع دول كانت تدعم الرئيس، وخرج صالح من السلطة محروق الوجه محلوق الرأس. هل يتذكر أحد أحمد أبو الغيط وزير خارجية نظام مبارك حين قال مصر ليست تونس؟ هل تتذكرون سخرية القذافي حين حدد شعبه يوم 17 فبراير للخروج والتظاهر ضده؟ القذافي قال إنه يؤيد هذه الدعوة وإنه سينزل للتظاهر أيضا. هل من أحد في السلطة من يريد أن يقرأ الدروس التي يلقنها بل ويكررها لنا القضاء والقدر؟ هل من يتعظ؟ الإجابة واضحة، أنه لا أحد. الآن ها هو اتفاق القرن يجري، أو صفقة القرن، تعقد أولى خطواتها في جنيف، وحديث الكواليس بات علنا عن اتفاقات جرت وستجري لحلحلة مشاكل المنطقة وملفاتها: سوريا، العراق، اليمن، البحرين. كيف سيؤثر هذا الاتفاق بين إيران والغرب على ملفات المنطقة؟ هل سنتأثر في البحرين إيجابا أم سلبا؟ وما الذي جعل ملف البحرين ملفا إقليميا؟ كيف يجب أن نقرأ المتغيرات بذكاء وأن نعرف ما الذي يمكن أن يأتي بواقعية ودون مبالغة؟ نرحب بالأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيخ علي سلمان لمحاورته حول هذه التأثيرات وعن الدروس المستفادة. أهلا سماحة الشيخ. في البداية نتحدث أو كنا نتحدث في أو قبل 14 فبراير أن الذي سيحدث في 14 فبراير 2011 هو قضية محلية. الآن بتنا نتحدث عن أمر آخر في العام 2013. في العام 2013 هل لا زال بالإمكان الحديث عن حل محلي قائم على قاعدة عادلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أخذنا بعض التجارب القريبة في المنطقة العربية ممكن أن نتلمس طريق إلى البحرين. في المغرب عندما جاءت دعوة 20 فبراير قام الملك بتشكيل لجنة لتعديل الدستور بناء على المطالب التاريخية المعروفة في المغرب، موضوع الأمازيغ والأقاليم وانتخاب الحكومة من طريق الانتخاب. نموذج آخر بسيط ولكنه أيضا يعطي مؤشر معين، حدث بعض التحرك أيضا في بداية 2011 في عمان، وتم محاولة استيعاب هذا التحرك بإقالة وزير الديوان وعدد تقريبا نصف الحكومة اللي كانت موجودة، ومحاولة يعني توظيف وإرضاء عدد من المواطنين العمانيين. في البحرين المنحة أخذ اتجاه آخر. الفكرة التي أريد أن أقول، إذا كانت هناك مبادرات شجاعة واقعية تهدف إلى إيجاد حل سياسي يقوم على أساس المواطنة واحترام شعب البحرين كشعب يشكل مصدر للسلطات، لا زال البحرين عندها القدرة على إنتاج حل تحط بين قوسين محلي، ممكن أن يكون محلي، إذا هذه المبادرة موجودة، إذا هذه النية موجودة، إذا هذا الأفق موجود. إذا الأفق اللي عشناه من 14 فبراير وقبل 14 فبراير حتى الآن هو سيد الموقف، وهو رفض الإصلاح الحقيقي، اللجوء إلى الخيارات الأمنية لمعاقبة المطالبين بالإصلاح، أعتقد بأن البحرين تتوسع فيها دائرة الإقليم على حساب المحلي والدولي على حساب المحلي. هذا بفعل الرفض. يعني تأكد أنه ليش الآن مصر بالرغم من أنها دولة فيها 80 مليون، ما تقدر تقول أن الحالة المصرية هي حالة محلية، فيها تدخلات
فيها زيارات وفيها مواقف، وكذلك البعد التونسي واليمني والسوري، لأن ما كان في مبادرات حقيقية لإنتاج حلول محلية وطنية تتناسب مع يعني ما يتطلع إليه الشعب وتأخذ السرعة اللازمة، بحيث أنه ما في أحد يحتاج أن يتدخل في عمان. نعم. ولا في أحد يحتاج أن يتكلم عن المغرب، لأن الأمور هم مضت بشكل طبيعي. لما فشلت البحرين عن طريق إدارتها بطريقة القبر في إيجاد حلول حقيقية إلى مشاكلها، بطبيعة الحال تصبح هذه المشاكل محل حديث عند الإقليم وعند الإعلام العالمي وبالتالي الدول ومراكز القوى العالمية. نعم شيخ علي، يعني وفق متابعاتك من البداية حتى الآن يعني ووجودك يعني في وسط الحدث دائما، هل عرضت السلطة في أي من المرات حل قائم على أساس المواطنة كما تفضلت، أو هل لديها الاستعداد؟ النظام يعاني من مشاكل في تركيبته، ونظام يعني ليس من السهل بصراحة دفعه باتجاه الإصلاح، يعاني من مشاكل داخلية كثيرة جدا، مشاكل معيقة. يعني عندما تأتي أفكار إصلاحية سواء كانت من داخل النظام أو مطروحة من الشعب أو مبادرات حتى إقليمية، تجد هذا النظام قابلية الاستيعاب مثل هذه المبادرات منخفضة جدا. نعم. بمعنى في أنظمة بطبيعتها منفتحة على الخيارات التي تؤدي إلى الاستقرار وتؤدي نعم. إلى إيجاد حلول أو استباق الأزمات. النظام في البحرين تركيبته ليست مشجعة. نعم. لذا كجزء من الإجابة، لا، لم يتقدم النظام في أي يوم من الأيام بأطروحات حقيقية إلى حل الأزمة القائمة، عدا ما تقدم به ولي العهد في 13 مارس. نعم. من المبادئ السبعة كطريق إلى حل الأزمة القائمة في البحرين: الدوائر العادلة وهي تعني المواطنة المتساوية، صوت لكل المواطن، المجلس كامل الصلاحيات مما يعني أن المجلس هو الذي سيتولى، المجلس المنتخب سيتولى السلطة التشريعية والرقابية، والحكومة المعبرة هو عبر عنها الحكومة المعبرة عن إرادة الشعب. هذه المبادرة تقريبا الوحيدة اللي النظام حطها في 13 مارس، وفي 15 مارس أو 14 مارس دخلت القوات السعودية لتنهي هذه المبادرة. نعم. بمناسبة الحديث عن فالنظام عن طريق ولي العهد فقط تقدم بمبادرة قابلة للنقاش وقابلة لأن تكون أساس لهذا الحل، ثم تخلى عن هذه المبادرة من خلال الدبابات أو تنازل أو تخلف أو سحب هذه المبادرة عمليا أو يعني لم يستمر في طرح هذه المبادرة. نعم. تفضل، في يوم 14 مارس دخول القوات درع الجزيرة إلى البحرين، هل في هذا اليوم تمت أقلمة القضية من قبل النظام باعتقادك يعني شيخ؟ قبل هذا اليوم أيضا، شو بهذه الطريقة التي شرحت لك في فكرة الأقلمة، شوف لما تبقى مشكلة قائمة واضحة إلى العيان وما تبادر إلى إيجاد حل إليها، راح يتدخل يعني سواء اللي يحبك أو اللي ما يحبك. فقبل 14 مارس كان في مبادرة من أمير الكويت. تحدثنا عن تفاصيل المبادرة. قبل يعني المبادرة الكويتية هي إيجاد حل سياسي بدل الذهاب إلى عمليات. هذه المبادرة جت بعد 17 أو 19 فبراير اللي كان في قمع الأول للدوار وسقوط الشهداء. فإجت في أفكار من أمير الكويت باتجاه أنه تعالوا نحل الموضوع بطريقة سياسية، مع نوع من التعهد الدعم المعنوي والمالي من الكويت إلى نجاح هذه المبادرة، لأن بحسب قراءة الأمير بأن هناك مشاكل تتعلق بالبعد الاقتصادي ورفاهية المواطن وما شابه ذلك، بالإضافة إلى المشكلة السياسية. فكانت هذه معالم المبادرة، أن الحالة الأمنية هذه تنلغي، نطلع في توافق سياسي، تعال نتكلم عن هذا التوافق السياسي ما هو. هذه المبادرة قبل 14 مارس لم تعطى فرصتها بلحاظ، خلني أقولها على البسيطة، النظام لم يستطع أن يتفاعل مع هذه المبادرة لأن كان أيضا هناك مثلا فيتو إقليمي على المبادرة الكويتية. هذا الحد اللي أقدر أروح نعم. أكثر.
فالمبادرة الكويتية أنجبت إقليمية. يعني القضية البحرينية من البداية كان هناك بعد إقليمي ودخول على الخط. فهي الفكرة، أنت لا توجد حل إلى مشاكلك بطبيعة الحال. اليوم ما عاد تستطيع أن تقول أن هذه المشكلة ما أحد يتكلم فيها في وسائل الإعلام، مع أن البحرين نجحت في إغلاق الجزيرة كأهم وسيلة إعلام في تلك اللحظة لتغطية الأحداث الدائرة بنوع من الاتفاق. مسؤولين كبار في قطر قالوا يعني بنوع من الاعتذار، اسمحوا لنا، نحن بعناكم في صفقة ليبيا. شو صفقة ليبيا؟ نحن محتاجين إلى مجلس التعاون لإصدار قرار في مجلس الأمن، ومحتاجين مجلس التعاون كله. فجزء من هذه من هذا الوحدة هناك إن نحن ما نغطي البحرين. فهيك الأمور تجري بهذه الطريقة. طبعا لما دخلت قوات درع الجزيرة على البحرين عطت الموضوع بعد إقليمي واضح جدا. وهذا البعد من ذاك اللحظة آخذ في التكرس والتوسع. نعم شيخ علي، الصحف الغربية مرارا قالت أن النظام في البحرين أحرج حلفائه. الأمريكان أيضا من البداية تم إرسال فلتمان إلى البحرين ومكث فترة ثم خرج ولم يعود إلا في أثناء السلامة الوطنية تقريبا. لو تتحدث يعني عن الجانب الدولي أيضا ودخول العامل الدولي في القضية من بداية 14 فبراير أمكن. أيضا قبل من 14 فبراير هذا أشرت إلى يعني السيد فلتمان كان نائب وزير الخارجية وكيل وزارة الخارجية باسم الشرق الأوسط، وكان في عدد من الزيارات إلى البحرين. إلى يوم 15 فبراير هو كان موجود في البحرين وكان ضمن المساعي لإيجاد حل سياسي في البحرين. وهو أيضا يعود إلى نفس النقطة، يعني في 14 فبراير كان في إمكان الاستيعاب هذا الحدث قبل، وصار لي لقاء مع ملك البلاد في 12 فبراير، ولقاء أيضا في 16 فبراير أو 17 فبراير. والفكرة اللي كانت مطروحة في هذا اللقاء وجهة نظري أن الآن أوان المبادرة قبل أن تتحرك الأحداث وتسبقنا الأحداث. مسألة بسيطة جدا، إذا استطعت أن تقدم مبادرة أنت بتكون ماسك بزمام العملية. شنو كان الجواب؟ يعني لا أستطيع أن أتحدث بالتفصيل، ولكن كان في تعذر بعناصر محلية وعناصر إقليمية، وهي تشكل تحديات ولكنها لا تشكل مبرر كافي. يعني تعرف انت العادات الخليجية يقولون الشيبان، يعني شو نسوي في الشيبان؟ الشيبان لا يتقدمون على مصلحة وطن. الشيبان إلا ما يصلحون وطافهم الزمن ما يصير أن يبقون على صدر وطن يعاني ويستمر هذه المعاناة، وإحنا ندعو في الصلاة وندعو في الليل إلى أنها لا، يجب أن نكون إحنا أصحاب مسؤولية، ويجب أن لا نجامل لا شيبة ولا صغير، ويجب أن نتخذ قراراتنا باتجاه المنطق الموضوعية وكيف نجد حلول إلى مشاكلنا في 16 مارس بدون شسمة. يعني بعد بداية أيضاً الأحداث أيضا كانت الأفكار تدور بهذا الاتجاه. أنا وجهة نظري في تلك اللحظة قلت الآن أنت، خلني أقول جزء من الأفكار، أن الآن وقت أن يعني أن تلجأ إلى ما لجأ إليه الملك الأردني طوال تاريخه، وهو تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمات معينة، وإذا بيّن أن هذا رئيس الوزراء فاشل عليك أن تقيله بدون أي تردد وتحمل المسؤولية. والآن وقت أن المجلس المنتخب يمارس دوره بشكل كامل بعيد عن هذه. أفكار بسيطة، لكن لحظة كان بالإمكان استيعاب الأحداث ووضعها في إيقاع يعني تفاعلي وتتطور بشكل إيجابي وهادئ. مع شديد الأسف يعني ما كان في استيعاب، ودخلنا في مرحلة الثورة في 14 وتكرست بالقمع أكثر، بدل أن نلجأ إلى حلول عاقلة رحنا دخلنا الجيش في المرة الأولى، ورحنا دخلنا الجيش في المرة الثانية وفرضنا أحكام سلامة. بالنسبة للأمريكيين شيخ علي، بالنسبة للأمريكيين يعني الدور الأمريكي منذ البداية في اقتناع بأن في حاجة إلى حل سياسي. مصدر هذا الاقتناع أن الأمريكيين على طول فترة 2002 إلى 2011
هم يقتنعون بأن مسير العملية الإصلاحية في البحرين قاعد يتوقف، وأن هناك مخاطر من هذا السلوك الموجود. ما كانت سر يعني، احنا كنا نلتقي بالأمريكيين بالأوروبيين بكل الناس، وكانوا يشاهدون بأن هناك أخطاء قاعدة تكرس مشاكل في البحرين، وهذه الأخطاء راح تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. فكانت الصورة إلى درجة كبيرة، إلى أي مراقب بصراحة، إلى أي مراقب كان يمكن أن يشاهد بأن الصورة مش يعني إخوتنا في مجلس النيابي، الصحافة نفسها، راجعوا الصحافة، راجعوا كثير من الناس، قالوا بأن أنتم لم يعني هذا النظام لم يكافئ أحد ممن دخل في العملية السياسية من أجل تحفيز المشروع الإصلاحي وإرجاعه إلى السكة الصحيحة وتطويره، لا اللي اشتركوا في 2002. والأستاذ عبد الهادي أحد الإخوان كان نائب رئيس المجلس، كانت دائما إعاقة إلى أي أفكار إيجابية إلى التطوير وإلى الإصلاح، حتى الأمور البسيطة. لما اشتركت القوى السياسية مجتمعة في 2006 أيضا راجع الصحافة، راجع كل الكتابات بأن في إعاقة إلى برامج، لأن الصيغة مي صيغة منتجة طوعية، تحتاج إلى إنتاجها موافقة الملك، هاي الصيغة عيب الصيغة الموجودة، وهو مورد الاعتراض والمقاطعة في 2002 أن التغيير جاء بطريقة منفردة وأنه لم يوجد آلية حقيقية إلى التفاعل، يعني جعل كل الأمور متحكم فيها من خلال ملك البلاد، وبالتالي لم يتفاعل هذا النظام مع التطوير. أنا في بعد دور انعقاد واحد يعني قدمنا في الوفاق تعديلات دستورية، وصار لقاء مع ملك البلاد وقلت له شوف أنا تعرف وجهة نظري في الدستور، أن هذا الدستور أنا ما أعتقد فيه لأنه إجا بطريقة طرف واحد وخلاف المادة 104 والطريقة اللي إجا فيها طريقة غير دستورية. نعم. وتعرف أن أنا أقول لك بعد من باب النكتة، أحسن شيء في هذا الدستور أنه قال ملكية دستورية، وإلا غيره أنا عندي أكثر من 130 تقريبا مادة ما إحنا موافقين عليها في هذا الدستور، بس أحسن ما في الملكية، فكرة الملكية الدستورية. إحنا قدمنا تعديل دستوري، هذا التعديل الدستوري مو مالنا، إحنا التعديل الدستوري مالنا في 105 تقريبا 35 مادة. إحنا قدمنا 7 مواد 8 مواد، تعرف ليش أنا قدمت المواد؟ قدمتها بس حتى أقول للناس إن في إمكانية للتغيير الدستور والتطوير من خلال المجلس، فهموا لي أنا سين، ولكن حتى أقنع مزيد من الناس إن في أمل. فعندما توقفون هذا النوع من الحركة أنتوا تحكموا على هذه التجربة بالفشل وبكفران الناس بهذه التجربة. الأمريكيين العربيين كانوا يدركون هذا المعنى، كانوا على تواصل دقيق بهذا الاتجاه، لذا كانوا على بينة بأن وش المطلوب وكيف بتجري الأمور. لكن في الفكرة اللي طرحتها في السؤال أن في إحراج إلى الغربيين من خلال سلوك النظام، الإحراج هذا مركزه أن هذا النظام غير معقول في مسألة يعني هروبة من متطلبات الإصلاح البديهية، يعني شيء غير معقول، وغير معقول في يعني عدم التزامه بما يتعهد في أمام الناس. نعم. يعني الآن شعب البحرين شعب طيب، جبته في 2001 وقلت لي أمام الملأ إن هذا المجلس اللي بيجي الآن راح يكون السلطة التشريعية هي من عنصر المنتخب، قالوا بس أنت جبت ناس معين، قال لا المعينين لا تخافون، هاي المعينين فقط للاستشارة. نعم. وفي عناوين عريضة والنص أيضا. نعم. في الميثاق يساعد على هذا، والنص يساعد على هذا المعنى، فبالتالي لا تيجي وتسلب من عندهم التشريع بالكامل من خلال فكرة التعيين. نعم. وبالتالي انقلاب 180 درجة على هاي التعهدات وعلى هذا الوضوع. زي هذا شعب البحرين ومستضعف وما عنده وسائل إعلام، زين في شيء اسمه تقرير بسيوني. نعم. في شيء اسمه تقرير بسيوني، تقرير بسيوني لجنة دولية، تقرير بسيوني قرأ على العالم. نعم. مطبوع وموجود الآن في الأمم المتحدة وفي كل المنظمات الدولية، وفي تعهد صريح واضح بأن إحنا راح ننفذ تقرير بسيوني. صحيح. زين الآن هذا التقرير شوف كل المنظمات الدولية بدون استثناء، كل التصريحات السياسية بدون استثناء، تعرف أنت التصريح الدبلوماسي المخملي شو يسوي؟ يقول نحن نقدر إلى البحرين أنها قامت بخطوات ولكن بقى عليها الكثير من شو اسمه
الآن إذا تبها على المكشوف وتشيلها، ياسي ما عم سويتون شيء، روحوا نثوا تقرير بسيوني. إلا قال التقرير الآن البريطاني، تقرير البرلمان البريطاني، بأن لم تنفذ. إذا إجت للمنظمات الحقوقية اللي ما تحتاج إلى هذا التمثيل وهذه الدبلوماسية، البحرين لم تنفذ من توصيات بسيوني إلا أمور شكلية على المكشوف. هذا أمام العالم. نعم سماحة الشيخ، أمام العالم. نعم. تعهدات أمام العالم وغيرها بعد، يعني سأكتفي بها الإشارة. وفي تعهدات أخرى أيضا انعطت إلى العالم ولم تنفذ، فهذا النظام يشكل إحراج. يعني مثل شنو بالضبط هي التعهدات؟ في تعهدات في فترات مختلفة بأن احنا راح نقوم بخطوات إصلاحية. في تعهد بالحوار جاد، في تعهد بحوار جاد. وين الحوار الجاد؟ في 2007 مهرجان وش اسمه، وين الحوار الجاد؟ في 2013، في 2012 إلى 2013، وين الجدية في هذا الحوار؟ نعم. إذن في تعهدات وفي نقد. حتى أصبحت النظام في البحرين معروف على المستوى العالمي، أصبح أنه لا يلتزم بتعهداته. نعم. سماحة الشيخ، هناك ربما من يقول لماذا لم تستفد المعارضة من لجنة ذات طابع دولي وهي لجنة بسيوني في إيجاد مخرج سياسي للأزمة؟ يعني كانت هناك لجنة، لماذا لم تقنع اللجنة بالنص على مخرج سياسي مشرف؟ هل طرحت هذا الأمر لبسيوني، خصوصا وأن كان هناك حوار أخير قبل التقرير؟ يعني بعض المعلومات تسربت بأنك تحدثت مع بسيوني عن هذا الأمر، النص على مخرج سياسي واضح ومنصوص عليه في التقرير. أنا تحدثت مع بسيوني مرتين عن هذه الفكرة. أتذكر آخر مرة في لقانا معه وكان بيروح يشوف ولي العهد، وكان بيشوف يمكن الملك بعد ذلك. فقلت له إذا بغيت وجهة نظري مع التقدير إلى الجهد اللي قمتون فيه، وبعد التقرير ما طلع، لكن إذا ما وضعتون بشكل واضح خارطة الطريق السياسية في توصياتكم، هذا التقرير سيبقى حبر على ورق. شنو كان رد بسيوني؟ هذا التقرير سيبقى حبر على ورق. وفي نقطة ثانية بعد أقولها إليك. نعم. أوكل تنفيذ أو متابعة تنفيذ التقرير إلى لجنتكم، يعني خل توصية بأن اللجنة مالتكم هي التي تقوم بمتابعة التنفيذ، أو لجنة أممية. هاي الأمرين اللي أذكر الآن تحدثنا، في أمور أخرى تحدثنا فيها، ولكن هاي الأمرين تحدثنا فيهم. جواب السيد بسيوني بأن المانديت، يعني التكليف اللي صادر إلينا، ليس من الواضح استيعابه إلى الموضوع السياسي بأن احنا نصدر خارطة طريق سياسية. قلت له وليس من الواضح منع على ذلك. نعم. لأن انت عندك كل المقدمات، إلا المفترض أن تقودك بأن في مشاكل وخلل سياسي أنتج الأزمة، أساس سياسي للمشكلة، أي أنتج الأزمة. فأنت المفترض بتوصيفك الحقوقي اللي تقول الدولة انتهكت الأعراض، الدولة حدمت المساجد، السلطة استخدمت القوة، مارست التعذيب، همشت شعبها، فصلت كذا، المفترض تقول هذه الحكومة في الحد الأدنى، هذه الحكومة غير قابلة للاستمرار، يجب استبدالها بحكومة. هذا الحد الأدنى لما جرى. هاي الحد الأدنى لما جرى. إذا ما سويته وقلت لي أن هذه الحكومة بتنفذ وأن أوكلت الأمور بتنترك بهالطريقة، أنا أقول لك هذا الأمر ما بيتم. هاي الأمر ما بيتم. إحنا نعرف بيرنا وغطاننا. الفكرة الثانية، في فكرة أنه هو يكون متابع للتنفيذ، ما كان فيها جواب حاسم، بس قال أنا سأتحدث في الأمرين، سأتحدث مع ولي العهد ومع الملك في هذا الموضوع، بأن الخارطة السياسية وأن يكون في متابعة، وإحنا مستعدين. إحنا مستعدين، صحيح إحنا يكون أنهينا مهمتنا بكتابة التقرير، بس إحنا مستعدين إلى المتابعة والتنفيذ. يعني بعدين يجي بسيوني فترة. نعم. إلى متابعة التنفيذ على الأقل، أنه يبون يشوفون وش تم تنفيذه. نعم. في بداية 2012 أتذكر في شهر فبراير مارس، وكان علي صالح ديك الحزة عنده مكلف بالتسمة، واجتمع بلجنة علي صالح وبدأ ياخذ وجهات نظر اللجنة وياخذ وجهات نظر المجتمع المدني. نعم. وكان المفروض أنه يكون بسيوني حاضر في يوم تدشين
لقاء مع علي صالح وانه جابه وقالوا احنا نفذنا، جاء علي صالح وقال الحمد لله سوينا كل الخير والجو. كان المفروض في هاليوم ان بسيوني يكون موجود وانه يكون له تعليق على انه ماذا تم تنفيذه. بسيوني لما اجى جرح مجلس الشورى وراح لعلي صالح واعطى تصريحات يعني ايجابيه ما كانت سلبيه، انه في عمل وفي هاي وفي كذا، ولكنهم ايضا ما ارتضوا، ولذلك طنشوه فما دعوه الى الحفل. طنشوه مع انه جاي بمهمه، جاي بمهمه انه قاعد يجمع وش صار وش ما صار، شنو وجهه نظر القوى المدنيه والقوى السياسيه وشنو وجهه نظر الدوله، حتى جسنا يبدو استشعروا انه بيكون نفس التقرير اللي طلع في النتيجه غير مرضي، فازاحوا بسيوني حتى من دعوته الى الاجتماع. نعم، اعتقد من الواضح بحسب اللي تفضل فيه سماحه الشيخ بان بسيوني تنصل من وجود اي خارطه يعني منصوص عليها داخل التقرير، يعني هو لم يكن ممنوعا من هذا الامر باعتقادك لماذا ابتعد بسيوني؟ انا لا، هل بسبب ضغوط الدول الغربيه الحليفه للنظام؟ كان هناك حديث واضح، انا اتحدث بصراحه شيخ، ان بسيوني هو موكل من الدول الغربيه، والجميع يعرف كيف تدخل الامريكيون يعني ايقاف جلسه لمجلس حقوق الانسان واستبدلوا الامر بلجنه بسيوني، هذا الامر واضح. ولكن في النهاية السيد بسيوني تنصل من وضع أي خارطة الطريق، هل بسبب الضغوط الغربية أم لا؟ الفكرة أن بسيوني، تقرير بسيوني ولجنة بسيوني هي من ضغوطات غربية صحيح، وكانت في قبال أن تكون في لجنة من مجلس حقوق الإنسان رايحة إلى اليمن سوريا والبحرين. فالبحرين السيد بوستنر تكلم بهذا الاتجاه مع بعض الناس، وبعدين بشكل عام في أكثر من تسريب إلى هذا المعنى، ولذا حين ندفع خطأ هذا التصرف الأميركي. صحيح لجنة بسيوني وثقت الانتهاكات، ولكن لأنها لم تكن لجنة أممية ولها متابعة أممية، هذا احنا طبينا الآن في عدم تنفيذ التوصيات. هذا خطأ من شيخ؟ هذا خطأ أمريكي. نعم، هذا خطأ أمريكي، وأنه كان في اعتقاد بأن النظام في البحرين سيستجيب بهذا القدر ولا حاجة إلى أن يكون في لجنة من مجلس حقوق الإنسان وبالتالي تصير متابعة أممية لهذا الاتجاه. هذا خطأ أمريكي، وهذه نتيجة هذا الخطأ اليوم أن التعذيب مستمر لحد اليوم، وأن كل مجمل الانتهاكات مستمرة لحد هذا اليوم، وأن لا تنفيذ حقيقي وجاد إلى توصيات السيد بسيوني. بس شوف أيضاً إيه، بسيوني هو مش شخص اعتيادي، بسيوني قاضي عمره في المجتمع الدولي. نعم، ويعرف توازناته ويعرف. نعم، سقوفه ويعرف كذا، وبالتالي هو حاول يوازن في تقريره. في موضوع التوثيق راح وثق اللي شافه، لأن شي يقدر يسوي؟ ناس جو قالوا لي احنا تعرضنا إلى الاغتصاب، احنا تعرضنا إلى الانتهاك، ووازن كلماتهم فوجد أنه لا يستطيع إلا أن يقول تم ارتكاب هذا، لأن في أكثر من مصدر إلى المعلومات اللي وصلت إليه. لكن في موضوع الخروج بحلول يعني ملزمة إلى النظام فشل التقرير. التقرير كان واضح، يجب أن يقول يجب محاسبة المسؤولين وإقالة هذه الحكومة. نعم، النقطة الأولى، وهذا كان تعليق المعارضة يعني في اليوم الأول، أنه بعد هذا التقرير يجب أن لا تبقى هذه الحكومة ساعة واحدة. نعم، بقاءها يعني عدم الجدية في تنفيذ التقرير، نقطة. نعم، على السطر. الآن يعني بعد فشل، يعني دعني أقول فشل تقرير بسيوني في إيجاد أو يعني تمهيد الأرض لحل سياسي في البحرين، يعني في الحد الأدنى، هل أنت سماحة الشيخ مع دخول الإقليم والجانب الدولي بقوة مرة ثانية لأجل إيجاد حل في البحرين؟ في أكثر من نقطة ممكن أن نتحدث فيها. الفكرة الأولى، نحن كنا ولازلنا مع أي مبادرة تصدر من هذا الوطن لإيجاد حل سياسي. نعم، يلبي طموح هذا الشعب. نعم، إذا تحركنا بعقل، بمنطقية، بموضوعية، باستشراف إلى المستقبل، ووضعنا على طاولة النقاش الحقيقي مبادرات، أو استجبنا إلى مبادرات المعارضة، أو وضعنا مبادرات حقيقية إلى النقاش وأفرزت هذه المبادرات البحرينية المحلية حل حقيقي لهذا الشعب يستجيب إلى تطلعاته، يقوم على أساس المواطنة واحترام شعب البحرين كمواطنين. نعم، وليس كرعاية وليس. نعم، كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، أعتقد
نحن لن نتردد لحظة واحدة في الذهاب إلى هذا الحل. لن ننتظر أحد من الخارج، لن نستشير أحد من الخارج، ولن نتوقف لأن والله الإقليم ما جلس مع بعض بعض أو الإقليم ما اتفق. إذا وجدنا هذه المبادرة سنتفاعل معها. لكنكم لا تعارضون أي جهد دولي لحل القضية في البحرين طبعاً. ليس من المنطق أن تبقى القمع مستمر والذبح مستمر والبطش مستمر والتكريس التمييز مستمر وخلق هناك نظام تمييزي يقرب من نظام جنوب أفريقيا، بل بعض الجنوب أفريقيين يقول أنتم أسوأ من جنوب أفريقيا. بعض الناس الأساسيين في جنوب أفريقيا يقولون أنتم في حالة أسوأ من جنوب أفريقيا. وبعدين إذا جاءت مبادرات أو محاولات سواء كانت من أمريكا أو من الإقليم أو من كذا، تقول لا إحنا والله نريد أن نعيش في القمع، ونريد نعيش في الذل، ونريد نعيش في التمييز، ونريد نعيش في التخلف، ونريد التعذيب، ونريد الاغتصاب، ونريد استخدام المفرط للقوة، وما نريد أحد يساهم. غير منطقي. نعم. غير منطقي. بل إحنا الآن إحنا صار لنا 3 سنوات نحن دعينا الأمين العام للأمم المتحدة أن يساعد البحرين، دعينا السيدة أشتون أن تتقدم بمساعدة البحرين، ولكن هم يقولون بالنتيجة إحنا نحتاج إلى موافقة الطرفين. نحن على استعداد، ولكن نحن نحتاج إلى موافقة الطرف. لو سمحت للشيخ، هناك مداخلة في ذات الجولة أنت نتحدث فيه للسيد أحمد زهير، رسالة صوتية عبر الواتساب، تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ. ما هو دور اللقاء الأخير بين سفير كندا في المملكة العربية السعودية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية؟ هل هناك دور كندي لحلحلة المشكلة في البحرين؟ مع جزيل الشكر. هذا لقاء اعتيادي بروتوكولي، وما في أي أفق إلى هذا الأفق. نعم. الواسع إلى حل موضوع البحرين. البحرين هي يعني تدور في دائرة النفوذ الأمريكي أساساً، الكنديين أو غيرهم بعيدين عن قدرة لعب هذا الدور، ولكن من الضروري أن تلتقي بالعالم لتضعهم في صورة ما يجري في البحرين، وأيضا يعني تنسق العمل معهم قدر الإمكان بأن يكونون إيجابيين عندما تطرح مبادرات. نعم. أو تساهمون في حلول. نعم سماحة الشيخ، تحدثنا في الآن يعني خلال المدة التي مضت من البرنامج عن جانب الجهد الذي بدأ مع بداية الثورة من ناحية الدول الخليجية، من ناحية الدول الغربية وتقرير بسيوني أيضا. الآن وصلنا إلى الحديث عن ما يقال عن صفقة القرن ووجود تفاهمات في الإقليم. بداية، كيف ترى الاتفاق الإيراني الغربي ومن انعكاس ذلك على ملف البحرين؟ ربما هذا هو جوهر هذه الحلقة الليلة. المعركة النووية الإيرانية أعتقد بأنه ملف يعني استمر فيه الصراع فترة طويلة بشكل غير واقعي. وهذا في أكثر من درس، هو أن الدول الكبرى قادرة على أن تصنع من لا شيء إلى أي بلد وتخليه في مشكلة ما لها أول ولا آخر. هذه قدرة، يعني في قدرة إعلامية، في قدرة استخدام المنظمات الدولية، في قدرة اقتصادية، في قدرة هائلة عند هذه الدول، وبالتالي هذا واحد من هذه المعالم. أعتقد بأن إزالة هذا الملف اللي سيطر أو هيمن أو ساهم في 10 سنوات الأخيرة في توتير أجواء هذه المنطقة والوصول إلى توافق مرحلي لمدة 6 أشهر على أن يتجدد أو يصل إلى اتفاق نهائي لإزاحة شبح فكرة الملف النووي الإيراني اللي كان في تهديد بمستوى الحرب. نعم. وفي أكثر من مشهد، أعتقد أن هذا بينعكس بشكل إيجابي بحيث أنه يبرد واحد من أهم مراجل التسخين في هذه المنطقة، ويفتح الآفاق بين لاعبين كبار في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإيران، باتجاه أنهم يلتقون في ملفات أخرى ويهدؤون في ملفات أخرى. أعتقد أن هذا شيء إيجابي، والمفترض كما شاهدنا بالمجمل هناك ترحيب عالمي، لم يستطع أحد أن يعارض، يعني يتكلم بلغة أخرى، لأن ما بتكون لغة منطقية عدا الإسرائيليين. الإسرائيلي. غير الإسرائيليين لا يمكن أن تتحدث بأن لا إحنا نريد
حرب، حتى اللي تقولها تحت الطاولة برا الطاولة ما تقدر تقولها يعني. وبالتالي أأمل بأنه فعلا أن يتم استثمار هذا التبريد الأمريكي الإيراني لأن يمتد هذا التبريد في الملفات المختلفة، وبالتالي إيجاد حلول، مساهمة في إيجاد حلول إلى الملفات المختلفة بما فيها الملف البحريني. نعم، الملف البحريني بشكل عام، يعني هل تعتقد أن الأمر حقيقي أم لا؟ يعني كل ما نسمعه هناك أحاديث إعلامية بأن البحرين على طاولة الإقليم وأن البحرين ستكون هي القضية الأولى أو الثانية ربما في الحل الذي سيأتي في المنطقة. طبعا هذا سؤال أريد جوابه بعد الفاصل إذا سمحت. فاصل قصير ونواصل. حل أو يعني فرصة إلى حل الملف البحريني وملفات أخرى بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. كنا سابقا نطرح هذه الفكرة ولازلنا نتمسك فيها وندعو لها، فلتكن البحرين نقطة التقاء وليست نقطة صراع إقليميا ودوليا. لا نريد أن نحول البحرين إلى ساحة صراع إيراني سعودي يدفع أهل البحرين ومستقبل البحرين واقتصاد البحرين وكل البحرين تدفع ثمن هذا الصراع، ولا إن كنا نريد أن نجعل صراع أمريكي إيراني ولا صراع بأي طريقة من الطرق. كنا نوجه دعوة ولازلنا نوجه هذه الدعوة، فلتكن البحرين محل يتعاون فيه الجميع من أجل إنتاج حل سياسي حقيقي منصف إلى كل الأطراف، مفيد إلى البحرين ويخرج البحرين من دائرة الأزمة التي تعيشها. هذا كان قبل أن يصير التوافق في الملف النووي. أعتقد هذه الدعوة مستمرة إلى الجميع أن يتعاون الإقليم في إيجاد هذا الحل، ويكونون متعاونين ويبدؤون في ترطيب علاقاتهم مع بعضهم البعض في هذه الدائرة بدل أن تكون دائرة توتر. في اعتقادي بأن الاتفاق الذي حدث لا يصف فقط في مصلحة البحرين أو مطالب شعب البحرين بالتحول نحو الديمقراطية، أنا أعتقد تهدئة الأمور يصب في كل التحولات الديمقراطية في المنطقة. هذا التحول راح يخدم الملف المصري، راح يخدم الملف التونسي، راح يخدم كل التحولات الإقليمية التي تسعى نحو التوجه نحو الديمقراطية واستقرار الديمقراطية. نعم، يعني هذا التعويل واقعي. تعرف إذا جت الحرب، نعم، شو الخيار الآخر؟ كان التوتر، وبعد ذلك اللي قاد إلى الاتفاق هي بعض الأفكار البسيطة. يعني إذا صحت هاي الفكرة، وأنا أعتقد أنها لها موضوعية. نعم، أن الرئيس أوباما جمع مجموعة من المستشارين قال لهم شوفوا، أما الحرب أو الاتفاق مع الإيرانيين. نعم، لأن إذا ما سوينا هذا الاتفاق، صحيح أن الإيرانيين تحت ضغوط هائلة اقتصادية نتيجة للحصار والعقوبات وما شابه ذلك، لكن كنا نفاوضهم يوم كانوا يخصبون 3.5، وكان بالإمكان أن نوقع ياهم اتفاق بأن نسوي اتفاق، وكان عندهم 100 وهالقد جهاز طرد مركزية قديم وتعبان. اليوم عندهم 19,000، وإذا ما وصلنا إلى اتفاق ياهم خلال 6 أشهر عندهم 36,000، وعندهم حديثة، والآن يخصبون 20%، بكرة يخصبون بالش اسمه. فأما الحرب أو الاتفاق، وهيك يعني البحرين والقضايا الأخرى ممكن أن تستثمر وتستفيد من التوجه الآن نحو تبريد المنطقة وتوجد حلول وتساهم في حلول، وهذا بيكون في مصلحة كل الأطراف. نعم، مصلحة كل الأطراف. نحن نعول كشعب بحرين، نعول على أي طرف بالتحديد؟ يعني هل نعول على الأمريكي أم على الإيراني؟ نعول على من بالضبط؟ يعني نعول على شعب البحرين وعلى الله سبحانه وتعالى أولا. نعم، ولولا هذا التعويل احنا وضعنا في معادلة صعبة،
ولا أقول بأن الأيام الصعبة ولت، ولكن الأكثر سوء مر، الأكثر سوء مر. يعني إحنا وضعنا تحت مصالح، مثل ما قلت لك بعض المسؤولين القطريين شو قالوا، قالوا بعناكم، إحنا بعناكم للصفقة الليبية. نعم. شو إحنا بعناكم للصفقة الليبية؟ بس هم اللي باعونا للصفقة الليبية؟ لو الأمريكيين أيضا، الأتراك، لو الأتراك، مو لو كل المجتمع، وكل المجتمع تعالوا أنتوا رايحين رون سيد، هيلاري كلينتون تقول لهم هذا رون سيد جايين قوات درع الجزيرة جاي بالغلط رون سيد، ليش بعدين تقول هذا في اتفاقية مجلس تعاون، في صفقات كبرى، في مصالح كبرى. واجهنا هذه المصالح الكبرى، واجهنا تدخل قوات درع الجزيرة، واجهنا كل الحصار الإعلامي الموجود، واستمرينا. الأسوأ بالنتيجة النهائية في طريق نظامنا الطويل نحو الديمقراطية مر. نحن قادرون على الاستمرار، مو كلام يعني، مو حكي، نحن مرينا في أصعب الفترات، مرينا في أصعب الفترات، في تهديد باتجاه الحرب في المنطقة، في تهديد باتجاه شو اسمه، وأن احنا بنطحنكم في الحرب. كل هذه الظروف واجهناها واستمرينا في مواجهتها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالتوكل على شعبنا. والآن أعتقد أن الأمور تتحول يعني بطريقة أو بأخرى تساهم في تدعيم الموقف المشروع والحق المشروع لشعب البحرين في أنه يتعامل معك على أساس المواطنة، ينتخب سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، ينتخب حكومته بطريقة برلمانية حديثة. نعم شيخنا، هل وصلكم، هل وصلكم يعني تحدث عن الفترة، يعني في الفترة الليبية أو ضرب ليبيا دوليا، بالإضافة إلى توتر بين إيران والغرب وتهديد بالحرب على سوريا، تحدث أن سنطحنكم إذا ما حدثت الحرب، هل هذا تهديد وصلكم بشكل واضح؟ إيه، المتشددين صرحوا في مقاطع مختلفة من هذه الأزمة بأن راح نكسر رأسكم، ولكن بس خل هاي الوضع الإقليمي صب لصالحنا. شنو كان ردكم أو الرسائل؟ كان إحنا موجودين، هذا كلام يعني، إحنا موجودين، كنا موجودين قبل 1000 سنة، شعب البحرين موجود مو من 250 سنة، موجود، موجود قبل 1000 سنة وبيستمر. نعم. شعب البحرين موجود، وهذا الكلام ما هو قدرة واقعية، الكلام ما إلى قدرة تهويل، تهويل ما إلى قدرة واقعية، وإحنا ما إحنا خطأ، إحنا نحن على الحق. عندما نطالب بأن نكون في المواطنة المتساوية، وأن ما في أسرة واحدة تتحكم في البلد، وأن البلد يتحول إلى أطر حديثة بدل الأطر القبلية المقيدة إلى تنميتها وإلى نمائها، هذه مو أمور يعني يمكن التخلي عنها، وإحنا مستعدين على استعداد إلى دفع كل اللازم إلى عملية التغيير. إحنا كشعب يعني، ومو كلام يعني، هذا برهن الشعب، برهن الشعب على مدى 3 سنوات الآن، يبرهنك اليوم أنه هو عند الاستعداد، وأنه ماضي في طريقة ولن يتوقف. نعم من سماحة الشيخ، متى سنرى انعكاسات الاتفاق الغربي الإيراني، الانعكاسات السياسية؟ هناك الآن 6 أشهر ربما تكون هادئة، هل تتوقع أن خلال 6 أشهر تتحرك الأمور في اتجاه حل قضية البحرين؟ أيه. استكمالا للفكرة، فاحنا نعول على من هو، احنا نعول على شعبنا، نعول. نعم. على الله سبحانه وتعالى، وندعو كل العقلاء في الإقليم إلى أن يلعبون دور إيجابي. وجهنا هذه الدعوة سابقا، نوجه هذه الدعوة الآن إلى المملكة العربية السعودية كلاعب أساسي في الإقليم. نعم. وجهناها سابقا على المملكة العربية السعودية أن تكون جزء من الحل في البحرين وليس جزء من المشكلة. هذه الدعوة قائمة بما للمملكة العربية السعودية من دور محوري في مجلس التعاون، ونحن جزء من هذا المجلس اللي سنستمر. لكن هل هي توافق على هذا الانفتاح المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية أنا بحسب فهمي إلها مصلحة في أن تستقر البحرين. نعم. عدم استقرار البحرين ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية، فهذا مدخل إلى جسمه. والانعكاسات طبعا إلى إيجاد يعني تسوية سياسية في البحرين، أنا أقول بأن الأرضية الإقليمية والدولية بدأت تتمهد بشكل واقعي إلى الحل في البحرين، يعني صارت في فرشة وفي أرض ممهدة إلى أن ينتج الوضع الإقليمي والدولي مساهمة في إيجاد حل سياسي في البحرين. ما عاد التضارب،
يعني كل اللعبة الرسمية متكئة على ثلاث مغالطات. المغالطة الأولى أن إيران وراء الحدث. هذه تقال لمن؟ طب ما تقول إلك أنت ولا إلي أنا، إحنا نعرف أن إيران ليست وراء الحدث، إحنا نعرف شبابنا فجروها في الدوار وراحوا وسووا الموضوع، ولا استشارون ولا استشاروا شيخ عيسى ولا استشاروا أحد. نعم. خلص الموضوع، هذا نعرف الموضوع. وفكرة العنف، ونعرف أن العنف الآن الشهداء من عندنا مو من عند الطرف الآخر. صحيح. ونعرف أن بعد ثلاث سنوات ما في مبنى واحد حكومي انحرق. نعم. ما في مبنى واحد انحرق، وبالتالي فكرة العنف وتضخيم بعض المظاهر البسيطة وجعلها قصة، ولابد أن تدينوا العنف بحيث أن احنا عندنا اليوم 1000 صفحة في إدانة العنف. نعم. ما في بالنتيجة النهائية، فهي قصص. الآن هذا راح ينهار واحد من الأعمدة الرئيسية إن إيران إيران، بالإضافة أن الأمريكيين من الأول قالوها، يعني الأمريكيين والبريطانيين الاستخبارات، وبعدين قالوها في الكونغرس وقالوها في كل مكان، تقرير بسيوني وتقرير بسيوني، وكل الدنيا قالت يا جماعة هذا مشاكل البحرين وانفجرت وانتهى الموضوع. نعم. الآن بعد ما في قصة تعلق عليها إيران، ولذلك واحد من الانعكاسات اليوم سمعت البحرين تدعو وزير الخارجية الإيرانية لحضور حوار المنامة. نعم. واحدة من الانعكاسات الطبيعية التي تصير إلى شخص. هل بعد البحرين اليوم بعد تطلع في الإذاعة وكذا وبتقول مؤامرة إيرانية؟ بعد لها عيون تقول مؤامرة إيرانية وهم رايحين جايين يأتون كبار. الله أعلم يا شيخ، كل شيء يصير، ولكن فاتشة، يعني هي فاتشة من أصلها فاتشة، ولكن هذه واحدة من الانعكاسات. متى يفرز هذا الحال؟ الآن قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر؟ أعيد الفكرة ببساطة وأدعو إلها. نحن هنا في المعارضة البحرينية نعمل على إيجاد هذا الحل بالأمس، نحن نعمل على إيجاد هذا الحل اليوم، نحن مستعدين أن ندخل بشكل جاد لإيجاد هذا الحل اليوم. الفكرة الثانية اللي قلناها في فترات مختلفة، يعني عبد النبي الشعلة إجا لخليل مرزوق قال له بعد ضرب الدوار السلامة الوطنية، قال له تعالوا شوفوا طويل العمر وكذا وش اسمه، المعادلة اليوم تغيرت، يقصد رئيس الوزراء، المعادلة تغيرت ويبدو أن أنتم مغلوبين، يعني مكسر رأسكم بالعسكر والكذا، أعلنوا الاستسلام، فتعالوا نحن ما عندنا أوراق نستسلم عليها، مع السلامة أخوك، نحن ما عندنا أوراق نستسلم عليها، خلّي يصير ما عندنا أوراق نستسلم عليها. نعم. وبالتالي فإحنا في الوقت اللي ما عندنا أوراق نستسلم عليها مهما حدث، لكن إيدنا وعقلنا وقلبنا مفتوح، وحرصنا على هذه البلد كان وسيبقى، وهذا الحرص هو الذي جنب البحرين أن تنزلق إلى منزلقات مواجهات عنيفة عسكرية، وأن تحدث حرب إقليمية، أو يحدث صراع إقليمي ذا طابع حقيقي للعنف عسكري، مش على الكلام الفاضي مع الحرق إطار وما الكذا، لا. نعم. هذا المعارضة اللي أخذت قرار من اليوم الأول أن سندفع ضريبة العمل السلمي حفاظا على هذا الوطن وعلى أهل هذا الوطن، ومستمرون في ذلك، فإيدنا مفتوحة ونعمل على هذا الحل، ونريد هذا الحل اليوم قبل بكرة. نعم، نتمنى أن تكون اليد الأخرى أيضا ممدودة بالسلم. هناك اتصال هاتفي للسيد حميد سيد عدنان، تفضل سيد. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. سماحة الشيخ علي الله يرعاكم إن شاء الله. أنا سؤالي في ظل التغيرات اليوم الإقليمية والعالمية، وظل الانفتاح الدولي على إيران، هل ستلتزمون بوثيقة المنامة؟ جميع بنود وثيقة المنامة تلتزمون بها؟ نعم، شكرا. وثيقة المنامة فيها مطالب شعب البحرين على الأقل التي تدعي المعارضة بأن هي تمثل يعني شريحة مهمة من شعب البحرين، وفيها نوع من خارطة الطريق أيضا إلى تحقيق هذه، وفيها رؤية مستقبلية كيف بتكون، فأعتقد أنها أساس متين إلى الحوار والتفاوض حوله، بتركيبها مع مبادرة ولي العهد اللي هي متداخلين في مجموعة من النقاط، النقاط 7 مع المطالب 5 في وثيقة المنامة، وفي 3000 ملفات أيضا مرفقة تحتاج إلى حل، التمييز، التجنيس، المصالحة الوطنية. أعتقد بأنه هذه أسس جيدة إلى إيجاد حل يحقق تحول نحو الديمقراطية الحقيقية في البحرين. نعم، سماحة الشيخ، في بداية الأزمة أيضا يعني أتذكر دائما كان هناك حديث عن الدور القطري،
وسمو الشيخ تميم زار البحرين يعني مؤخرا بعد تنصيب أميرا لقطر بفترة، هل هناك الآن دور قطري ما في من أجل إيجاد حل أو محاولة إيجاد تفاهم بين السلطة والمعارضة، أم أن هذا الدور تراجع؟ ما عندي بصراحة يعني أمير قطر السابق شيخ حمد هو حاول أكثر من مرة، حاول أكثر من مرة وأبدى استعداده وتكلم مع الملك وتكلم مع المسؤولين، ولكن أيضا كان عليه فيتو إقليميا، كان عليه فيتو. شيخ تميم نفسه تكلم مع ولي العهد في فترات مختلفة من أجل إيجاد مبادرة وحل هادئ ووطني وما شابه ذلك، وأيضا أبدوا استعدادهم إلى الدعم وما شابه ذلك، ولكن أيضا كان في فيتو على مبادرتهم. الآن أعتقد أن هذا يعني ما بعرف الزيارات اللي صارت، بصراحة أقول لك على المكشوف أنا ما عندي أي فكرة عن ما تم في هذه الزيارات وما هو سبب هذه الزيارات البروتوكولية وهناك أمور أخرى، لكن نحن كمعارضة لم يصلنا شيء من القطريين ولم يصلنا شيء من عما حدث أو ما دار في هذه اللقاءات. نعم، ولكن أي جهد إقليمي أنتم مستعدون لمد اليد له سواء كان من المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة في الإقليم بما فيها إيران تحدث؟ نعم، نحن تفاعلنا بشكل إيجابي مع كل المبادرات التي انطرحت في الإقليم أو برا الإقليم، تفاعلنا بشكل إيجابي مع هذه المبادرات، والفكرة أن نوجد حل إلى وطننا، يعني فكرة أن نوجد حل إلى هذا الوطن. فأي أحد كان يتقدم بمبادرة كنا نحاول أن هذه المبادرة نناقشها ونفتح الآفاق حولها، وما سكرنا الباب على أحد. نحن أهل البحرين لنا حقوق واضحة، نحتاج إلى حل يناسبنا إحنا في البحرين، حل يأتي لحل مشاكلنا. عندنا تاريخ مليء بالمشاكل، عندنا تاريخ مليء بالصعاب، ونريد أن نمشي بطريقة بعد ما نعود إلى دائرة الأزمة من جديد، بحيث أنه يعني نسوي شكليات وأمور شكلية، وبعد ما نشوف روحنا إلا بعد 4 سنوات 5 سنوات في ثورة جديدة وانتفاضة جديدة، وأنا معتقل وأخواني معتقلين وأبوه معتقل، هذا بعد الناس تعبت من عنده، ولذلك تريد حل جاد حقيقي يحقق يعني الاستقرار الدائم والشامل. أي من كل من سيساهم في هذا الحل ستكون أيدينا مرحبة ومفتوحة هنا. نعم، تعتقد وفق الآن الأجواء الإقليمية الهادئة لماذا لا تتقدم المعارضة البحرينية بنداء أو بمبادرة للأسرة الدولية بإيجاد مؤتمر على غرار مؤتمر جنيف، ربما يلقى يعني نوع من الحوار على الأقل والتباحث في هذا الشأن وأحياء أمر القضية البحرينية في هذه الدوائر بشكل أكثر حرارة؟ جزاهم الله خير إذا يسوي مؤتمر جنيف، بس البحرين محتاجة لشيء أبسط، محتاجة إلى جلسة جادة من داخل البحرين تجيب لك حل في البحرين. هذا الملف النووي اللي 10 سنوات قاعد في 4 أيام أو بعض المفاوضات السرية في عمان أو في أي مكان، وأربعة أيام ولثنا الموضوع الآن. البحرين تحتاج أقل من هذا، تحتاج كلش أقل من هذا، ما يحتاج يسوون يعني ما الذي تطالبون به بالضبط؟ ما يحتاج يسوون جنيف اثنين، يحتاج جدية من بعض السفراء المهمين شوية جدي. هذا جنيف اثنين ليش يعني أعتقد كبرها واجب. أعتقد بأن الجدية كانت يجب أن تأتي من السفير البريطاني. هناك تقرير مهم إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني تحدث عن العلاقات البريطانية السعودية وأيضا مع البحرين، كان تقرير ناقد جدا إلى حكومة ديفيد كاميرون، لكن ما نجده أن السفير، وهذا انطباع دعني أقول أنه انطباع شخصي ولكن أنا مقتنع به، بأن السفير البريطاني نائم في حضن النظام. هناك انتقادات واضحة لهذا السفير، هو يعني يتحرك بطريقة أخرى، مجلس العموم يتحدث بطريقة وأعتقد أنكم تسمعون ما يتحدث به. أنا أعتقد بالنسبة للتقرير اللي صدر ولحد الآن يعني لم يتم ترجمة هذا التقرير بحيث أن الشعب البحريني يطلع عليه، في نقد أكثر من ما تم ترجمته. الترجمة كانت مختصرة لحد الآن انتشر، في نقد واضح إلى أداء الخارجية البريطانية، مش فقط السفير، الحكومة البريطانية يعني من فوق، من كاميرون وزير الخارجية، سياسة الخارجية باتجاه البحرين واضح بأن كانت باتجاه خاطئ، وتركت انطباع بأن بريطانيا تدعم الاستبداد وتدعم الشسمة،
وهو ما كانت تقول المعارضة إلى السلك الدبلوماسي البريطاني بشكل واضح، لا تربطون أنفسكم بالاستبداد وبالقمع وبالكذا، أنتم قاعدين تتحملون مسؤولية، والنخبة المثقفة ومن خلفها قطاعات واسعة شعبية تراكم يعني عون إلى الاستبداد. أعتقد بأن هذا التقرير أنا أتفق معه تماما في النتائج التي توصل إليها، وبالتالي الآن السياسة البريطانية يجب أن تأخذ منحى آخر، يجب أن تأخذ منحى آخر بعد هذا التقرير التي وضع النقاط على الحروف، من منحى كان يجامل ويساير النظام ويعني يبجل الأمور الشكلية التي يقوم فيها النظام، بحيث أن كل يوم قالوا والله سووا لجنة التظلمات، يسووا لجنة التظلمات، لجنة التظلمات ما أنصفت واحد، لجنة التظلمات ما جابت واحد من المعذبين حطته في السجن، لجنة التظلمات مجرد شكلية مثلها مثل بقية، وركبوا كاميرات وما يعدمون وراء الكاميرات، ما قيمة كل الشكليات؟ أنتوا تعرفون أنها شكليات وأنا أعرف أنها شكليات، التعذيب ما استطعتون توقفونه على هالمجاملة، قاعدين رايحين جاء تعذيب ما قدرتون توقفونه، تعذيب، ولذلك يخشون من مقرر التعذيب أنه يجي، تعذيب ما قدرتون توقفونه، 8-3 سنوات، شو هذا الدبلوماسي؟ شو فائدة الدبلوماسية والعمل الهادئ والغرف المغلقة وأحسن أن احنا ننصح، شو إذا ما تقدر توقف تعذيب؟ فضلا عن الانتهاكات الأخرى، تعذيب اللي هو جريمة وقع عليها البحرين في اتفاقية في 98 مناهضة التعذيب وكل هذا الكلام، ولذا كان وجهة نظرنا في رسائل واضحة أرسلناها إلى الخارجية البريطانية أكثر من مرة، السياسة التي تتبعونها سياسة غير منتجة، سميها سياسة فاشلة، لم تستطع أن توقف التعذيب، لم تستطع أن توقف انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تستطع أن توجد أرضية لحل سياسي، وبالتالي لابد من تغيير هذه السياسة. هذا ما قال التقرير، نعم. وأعتقد أنه يجب الآن على السياسة البريطانية أن تلتزم بهذا التقرير وبهذا التوجه. وهذا شيء من ما يعني أقول كنا نقوله وأقوله الآن إلى الناس الفقراء في البحرين اللي يجاهدون ويكافحون ويتعذبون، أن هذا الصبر هو هذا بعض نتائجه. نعم. أن هذا الصبر هذا بعض أهم حليف إلى النظام يدافع عنه ويحاول أن يحميه، يطلع عليه البرلمان البريطاني اللي هو المفروض الآن يقرر هذه السياسة يقول له أنت كنت خطأ، وينصف بدرجة كبيرة، ينصف، وهي لجنة تحقيق على ما أعتقد، نعم هي لجنة تحقيق، وينصف نضال البحرينيين وينصف أنه أنتم ما ساهمتون في دعم الناس اللي تأيد الديمقراطية بينما دعمتم، وبالتالي أعتقد هذا جزء من، لكن على الصعيد العملي ما الذي سيتغير؟ يعني نحن نرى حركة السفير يعني هو غائب عنكم تماما، يعني هو في عالم آخر، يبدو أنه يعني بعض كما قيل يعني أن بعض الرياضات أخذت عليه وقته. إحنا يعني نخاطب الخارجية البريطانية في هذا الموضوع، وبنخاطب اللجنة اللي سوت هذا التقرير، وراح نخاطب السفير نفسه في هذا، احنا باشرنا في هذه الأمور، نعم. هذه ثلاث أمور باشرنا فيها في قوة معارضة أن هذا التقرير يقول 1-2-3-4، نعم. هناك سؤال من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسأل، وعبر هاي القاعة شلون يقول بأنه تنتظرهم يرفعون يدهم لو تنتظرهم أنا سأشوف اسمه. إن شاء الله يعني صراحة نأخذ بعض المداخلات. يسأل هل تعتقد أن موقف السعودية هو موقف يعني متردد إزاء الاتفاق الإيراني الغربي سيجعل السعودية تتشدد أكثر يعني، وليس بالطريقة التي تتحدث عنها بأنها ستنفتح على حلف البحرين؟ طبعا أكثر من سيناريو، دائما الواحد من يطلع قضية تنحط لها عشرات السيناريوهات. ما أأمل وما نعمل عليه أن الموقف السعودي يكون موقف إيجابي وداعم إلى الاستقرار والحل في السياسي في البحرين، وهذا سيصب لمصلحة المملكة العربية السعودية على المدى القريب والبعيد، لأن أعتقد أن السعودية لا تريد أن يكون نصف شعب البحرين أو أكثر أو 60% من شعب البحرين عنده نقاط سلبية عليها ويحتفظ بهذه النقاط السلبية إلى ما لا نهاية، وبالتالي الحركة الإيجابية تجاه شعب البحرين راح تترك هذه الحركة الإيجابية تقدير إذا وجدت، مثل ما كان تدخل درع الجزيرة سلبي وغيرها من الأمور كانت سلبية باتجاه البحرين، أعتقد أن المبادرات الإيجابية سيقدرها شعب البحرين، وبالتالي سيفتح آفاق إلى التعاون
ودي أكثر مع المملكة العربية السعودية من جميع شعب البحرين. يعني هذه مصلحة استراتيجية إلى المملكة، خصوصا أن المعارضة في البحرين واضحة، لا تريد أن تمس بأمن المملكة العربية السعودية، ولا تريد أن تغير طبيعة المعادلات في المنطقة ولا شيء. نحن لدينا أجندة واحدة، هي أجندة أهل البحرين، شعب البحرين. ما عندنا لا أجندة إيرانية ولا أجندة أمريكية ولا غيرها من الأجندات. الأمريكيين والإيرانيون يستطيعون أن يدافعون عن أنفسهم، ويستطيعون أن يحفظون مصالحهم، ويستطيعون أن يحققونها. ما نحتاجين إيرانيين، ما نحتاجين إلى شعب البحرين المحدود، ما نحتاج دافع عن حقه، يعرف دافع عن حقه. والأمريكيين يعرفون دافعون عن حقه. إحنا نحاول نحصل حقوقنا إحنا المهضومة تاريخيا، والآن نعيش مرحلة الأزمة والكارثة. نعم، لو صدقت التوقعات المتفائلة وبدأ الحراك الدولي تجاه البحرين أو الضغوط سميه ما شئت، هل يبدو أن النظام البحريني بشكله الحالي وبالسياسة الحالية مستعد للاستجابة لهذه المتطلبات الدولية، أم أنه سيرفض الاستجابة لهذه الضغوط؟ دعني أضرب مثلا، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان عنده اتفاق ثلاثي لتكملة اتفاق سابق أيضا بإشراف منظمة العمل الدولية، وهم منظمة تضم الأطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومات وغرف التجار بالإضافة إلى العمال. في اللحظات الأخيرة بعد أن جاء الوفد كل شيء تغير. وزير العمل يتحدث بوضوح، لا يوجد شيء اسمه ملف المفصولين في البحرين الآن، الأخ جميل حميدان. فأعتقد أن هذا مؤشر ربما أن التوقعات المتفائلة ربما لا تصدق. كان بالإمكان إيقاع توافق أو إجراءات أقل من وثيقة المنامة بكثير في 12 فبراير ينتهي الموضوع. كان بالإمكان أقل من وثيقة المنامة بمرات. ماذا جنى النظام من عدم فعل ذلك؟ كان بالإمكان الوصول إلى توافقات في 2011 و2012، وكانت بتكون أقل سقوفها من 2013. ماذا جنى النظام من ذلك؟ فماذا سيجني المتشددون من مزيد من الرفض؟ تقرير آخر وتغيير في السياسة البريطانية، والمجتمع الإقليمي والدولي يتغير لغير صالح، والشعب مستمر وثابت. أنا أعتقد أن هذا النوع من التشدد قد يكلف النظام أكثر مما يعني يمكن أن توافق عليه اليوم. نعم، يمكن يكلف النظام أكثر. بالنسبة إلى أعتقد أنكم أيضا أصدرت مليون اليوم بيان، وإذا هذا الرفض إلى التوقيع الاتفاقية الثلاثية ما مر، الآن البحرين موضوعة على شو اسمه المراقبة على هذا الموضوع، وإذا ما وقعت هذه الاتفاقية راح يمكن يصدر تجاهها قرارات ملزمة ورقابة ملزمة من الاتحاد الدولي. لكن وزير العمل يعني يتحدث بثقة مطلقة، لا يوجد ملف اسمه ملف المفصولين. كثيرا ما تحدثوا بأنه لا يوجد، ثم طلعوا على التلفزيون وقالوا أن احنا راح نلتزم بالمساجد نعيد بنائها. ما كان في هذه المساجد، وما كان في تعديل، وما كان في، شوف انت تصريحات وزيرة الإعلام ما خلت شيء إلا نفته، وبعد ذلك كل هذا ثبت، وكل هذا صارت الدولة والسلطة ملزمة بتنفيذه بطريقة أو بأخرى. نعم، هذا الرفض. والناس اللي تعيش خارج إيقاع التاريخ وتريد أن تعيش في القرون الماضية، أعتقد أن هالنوع من التفكير والسياسة ما لها مجال. نعم، بعض تستطيع أن تدمر البحرين، تستطيع أن تجرح أهل البحرين، تستطيع أن تفتك بالناس وتظاهرون وكذا، بس ما لها مجال أن تنتصر ولا لها مجال أن تسود. هذه قرون ماضية انتهت. نعم، هناك مصادر دبلوماسية أوروبية صرحت بأن الغرب سيبدأ الآن في ممارسة الضغوط على النظام البحريني. هل تلمستم أي شيء من هذا الأمر، أو لديكم توقع قريب بأن هذا الأمر سيصدق قريبا، يعني خلال شهر أو شهرين مثلا؟ التقرير في بريطانيا عبر بهذا الاتجاه، أنه منا إلى نهاية هذه السنة إذا البحرين ما قامت بخطوات إصلاحية حقيقية، لأنها لا تقوم، قالت التقرير قال ما قاعدين يسوون أي إصلاح حقيقي، يجب تصنيف البحرين ووضعه تحت عنوان دولة مقلقة. هذا تقدم خطوة، وبالتالي يستلزم الدولة المقلقة أن نتخذ تجاهها خطوات معينة. هناك نوع من السخط العام في دوائر متعددة في الغرب
باتجاه نكران هذا النظام إلى وعوده، وهذه قاعدة تتراكم. الآن ما أقول لك أنها غلبت المصالح المرتبطة بمجموع أو بال يعني بمجلس التعاون، ما غلبت هذا الصخط، ما غلب، ولكن في وضوح بأن هذا نظام يستمر في القمع. هذا النظام هو القيادة السياسية هي اللي تخلق المشاكل. التقرير البريطاني هذا اللي قال، مش الحكومة، قال القيادة مسؤولة عن خلق المشاكل. ليدرشيب. هذا المعنى، وأن ما في التزام، هذا معنى صاير الآن تقريبا كل السلك الدبلوماسي عند هذه الرؤية. وهذه لها تداعيات. يعني لها تداعيات. أنا ما عندي معلومات ماذا سيحدث. وش بيسوون في ديسمبر، وش بيسوون في يناير، ما قلت علمك شوف، ما عندي المعلومة. ولكن في توجه عام، كل مراكز الدراسات تدفع باتجاه، كل المنظمات الحقوقية تدفع باتجاه، عشرات المقالات الصحفية تدفع باتجاه ان انتم يا امريكيين مقصرين في وضع البحرين، ان انتم متخلين عن الاخلاقيات في معالجة موضوع البحرين، ان انتم تعيشون دبل ستاندر في موضوع البحرين. هذا موجود في الصحافة الأمريكية، ينكتب بشكل شبه يومي، مراكز الدراسات تتجه إليه، كل المنظمات الحقوقية تتجه إليه، وهذا خالق ضغط على السياسيين. نعم. قاعد يزيد الضغط على السياسة الأمريكية، ويزيد الضغط على السياسة وكل شبكات العلاقات العامة التي أنفق عليها الكثير، ما استطاعت أن توقف هذا. نعم. هل تعتقد بأن منتدى حوار المنامة والذي سيعقد قريبا في البحرين ستأتي شخصيات كبيرة غربية من والأمريكية أيضا والإيرانيين سيحضرون أيضا، تعتقد بأن منتدى حوار المنامة سيتم طرح الملف البحريني ولو في الغرف المغلقة وليس في قاعات المنتدى؟ قاعات المنتدى لا أعتقد بالطبع، ولكن في أروقة هذا المؤتمر أعتقد أنه في السابق تم طرح هذا الموضوع. نعم. والتقينا بعدد من الناس اللي جوا إلى زيارة هذا المنتدى، وأعتقد سنقوم بنفس هذا الدور في هذه المرة. ووجهة نظرنا واضحة بأنه من يأتي إلى بلد مثل البحرين لا يجوز أن يجلس يتحدث عن الفرضيات ويتحدث عن العموميات ويتحدث عن كذا من غير أن يعني ينظر إلى هذا البلد اللي جاي. يعني تتكلم عن الأمن، كيف يتحقق الأمن وأنت عندك صراع داخلي وبطش وقتل وما شابه ذلك إلى شعب وحرمانه من حقوقه البديهية؟ كيف يعني تحقق؟ يعني مستعدين إلى لقاءات هاي الشخصيات الممكن يعني توصلوا وجهة نظركم؟ احنا عندنا مواعيد ترتبت مع عدد من الشخصيات، وراح نرتب مواعيد مع العدد الآخر من الشخصيات. نعم. احنا مستمرين في هذا. نعم. هناك مداخلة الآن إلى الدكتور عبد العالي محمد حسن، تفضل دكتور. شكرا شيخنا. الحقيقة الحديث فيه يعني نظرة متفائلة، يعني أنا على الأقل فهمتها يعني في هالشكل، بوجود حل أو للحصول على حل مشرف. هذا يعني بعد الاتفاق النووي وبعد تقرير لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، أنا على الأقل فهمت يعني أنكم تشعرون بأن الظروف بدأت يعني سانحة لوجود حل، وفهمت أيضا أنكم ترحبون بوجود تدخل إقليمي يساعد على الوصول إلى هذا الحل. سؤالي شيخنا، ما هي التحديات اللي أنتم ترونها في المعارضة؟ ما هي التحديات الحقيقية، كانت إقليمية أو كانت محلية، التي تعوق دون الوصول إلى حل؟ وأريد التركيز، هل ترى أن الورقة المذهبية الطائفية اللي انتعشت في الإقليم هي العائق الأكبر، أم أن هناك شيء آخر؟ نعم. شكرا دكتور، تفضل. اللعب في الإقليم هو لعب سياسي. الورقة الطائفية تستخدم سياسيا، يعني ما حد يعني حارق نفسه بالمعنى مذهبي، وهي لعبات سياسية. وجزء من النظرة التفاؤلية بأن بعض المعيقات اللي كانت موجودة الآن
يعني تتدلل. نعم. بطبيعة الحال إذا كان في على سبيل المثال توتر أو حرب أمريكية إيرانية في المنطقة. نعم. الآن الأمريكيين بيحطون بالهم إلى البحرين وحل في البحرين وش اسمه؟ هذا واحد من الأمور. إحنا مو في مصلحتنا أي توتر إيراني سعودي، إحنا دائما ندعو إلى أن هذا يصير في توافق مو فقط على البحرين، يعني تعرف أن هاي طرفين الآن في العالم العربي والإسلامي لهم وبالتالي تقاربهم لمصلحتهم هم، يعني إذا حضر العقل أنا أشوف أن التقارب الإيراني السعودي لمصلحة إيران والسعودية، ليش يصرفون جهودهم في يعني ضد بعضهم البعض؟ هم بلدين كبار، مصالح الاقتصادية، مصالح السياسية، وعندهم قاعدة للاتفاق، يعني عندهم قاعدة للاتفاق. هذا مصدر التفاعل الموجود، مع أن نحن يعني على يقين بأن منذ اليوم الأول وفي كل اللحظات في فترة السلام الوطنية جلست معكم وتكلمت وقلت بالنتيجة النهائية أنا أطمئن إلى أن هذه الثورة ستنتج حل يتجه بنا نحو الديمقراطية، بس متى ما أقدر أقول لك، ولكن عندنا طمأنينة أنها ستنتج، وهذه طمأنينة منتشرة، يعني طمأنينة منتشرة، بس أنا كنا نقولها في فترة السلام الوطنية، في فترة القمع، في فترة الجسم، والآن فترة قمع، والأمور الحمد لله تتحرك. نعم. وفق السنن التاريخية وفق السنن القرآنية. أيضا هناك مداخلة أخرى للأخ حسين منصور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان، السؤال الأول، هناك في الحدث الأخير النووي بين إيران وخمسة زائد واحد، بعد أن تم الاتفاق دول كثيرة رحبت بهذا الاتفاق ومنها دولة البحرين، والسعودية تخلفت قليلا، ولكن اليوم سمعنا بأن السعودية أيضا رحبت، وكذلك مجيء الأمير القطري إلى البحرين، وهناك توجد أو يوجد مشروع جسر المحبة بين البلدين، وهناك خلاف أيضا حاصل بين السعودية وقطر، وهذا يعني أن الحكومة في البحرين أو السلطة في البحرين أو النظام في البحرين يستطيع أن يقوم بمبادرات أو بأمور بعيدا عن التأثير السعودي. فالسؤال هو، هل باستطاعة النظام في البحرين أن يقوم بحل مع المعارضة البحرينية لحل هذه الأزمة الحالية السياسية الخانقة بعيدا عن التأثير السعودي؟ واحد. اثنين، ماذا عن المهلة التي أعطيت للمعارضة كي تعود للحوار بتاريخ 3/12/2013، أو أنها تعتبر منسحبة من الحوار؟ السؤال الثالث، هذا الحوار أو هذه القاعة التي فيها الآن حوار المنامة، أراها أنها جدا قيمة ومتطورة وحضارية، ومنطق المعارضة الذي نراه هنا منطق سلمي بحت، ومنطق يذهل له العقل سواء كان العقل المعارض أو غير المعارض، منطق جدا ممتاز يرقى لأن يكون خطاب المعارضة في كل العالم وفي كل المحافل الدولية. شكرا أبو علي. لحظة بس، عندك سؤال بعد؟ أقول بأن هذا الحوار المنامة أتمنى أن يصل مباشرة إلى القيادة السياسية في البحرين كي تطلع عليه، بعيدا أن يصل لها من خلال مستشاري. ما هو رأيكم سماحة الشيخ؟ وشكرا. شكرا بارك. والله بعد القيادة هي تدبر حالها، بعد احنا ما ندري كيف يوصل هذا كل موجود على المواقع الإلكترونية وموجود على الفضائيات في انه قدرة السلطة بالإضافة إلى المهلة. أنا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية بأكثر من تسريب في تغير في موقفها باتجاه أنه البحرين بحاجة إلى حل يراعي خصوصية البحرين، وما في خطوط حمراء مؤذية إلى هذا الحل، بحيث أنه بالإمكان يعني إفراز هذا الحل. التحجج بأن المملكة العربية السعودية لا توافق هذا عليه أكثر من علامة استفهام، قد لا يكون واقعي، قد لا يكون واقعي. يعني ما سمعت، خلني أقول لعلمك، شوف، ما سمعت أن السعوديين حطوا خطين يقولون هذا خطوط حمراء. الخط الأول إسقاط على الخليفة وإقالة على الخليفة، المعارضة ما تتقدم بهذا الخط، المعارضة تتقدم بملكية دستورية ك
كما بشر ميثاق العمل الوطني. إذن هذا الريد لاين الأول، ما هو المعارضة سواء كان موجود لو موجود تكلموا السعودية أو ما تكلموا، ما هو برنامج المعارضة. الفكرة الثانية أن لا تكون للمعارضة أجندة خارجية، وهذا أيضا متحقق، المعارضة ما عندها أجندة خارجية. المعارضة معارضة وطنية سابقة على الثورات العربية وسابقة على قيام الجمهورية الإسلامية في إيران وسابقة على كل شيء، وبالتالي هناك حركة وطنية. إذا هاي الخطين اللي سمعناهم عن المملكة العربية السعودية ما يشكلون شيء، ويمكن أن يكونون أصلا مساعدين ومساهمين في إيجاد حل. فلا يتحجج النظام أو يتذرع بأن المملكة العربية السعودية. أعتقد النقطة هني، هناك عقليات متشددة في داخل البحرين، هناك عقليات طاف الزمن في داخل البحرين، هناك عقليات عايشة على الفساد وعلى استمرار وضع غير طبيعي غير سوي معوج. هذا يجب أن يقال لهم بأن التاريخ قد تجاوز هذا، ومصلحة البحرين ومصلحة الأسرة ومصلحة كل شعب البحرين أن ننتقل إلى مرحلة ثانية. هاي المختصر الموضوع. نعم، هناك أيضا سؤال من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحبذا لو تكون الإجابة مختصرة. ماذا لو تم فرض تسوية على الطرفين، الحكم والمعارضة، من قبل الأسرة الدولية؟ هل يستطيع أحد من الطرفين مقاومة هذا الفرض؟ نحن شعب البحرين صاحب الحق الأول في أي نوع من التسوية، وبالتالي أعتقد أن على الجميع أن يراعي هذا الشعب في أي نوع من التسوية يفكر في هذه التسوية. هذا شعب مناضل، شعب متعلم، شعب متحضر، ومطالبه مطالب جدا بديهية وموضوعية وأساسية. يعني أي حل من خارج الإقليم إذا يجي يقول لا في البحرين في أكثر من مواطنة، اسمح لي بقول له مرفوض يعني. نعم. أيا كان اللي يتكلم فيه. نعم. إذا قال له هذا الشعب ما يستحق أنه هو يكون له سلطة تشريعية منتخبة، خليه يمشي أيا كان هذا، هذا بيرفض أيا كان، جاء من إيران، جاء من السعودية، جاء من أمريكا، جاء من الدنيا كلها. نعم. إحنا مشينا ويا شعبنا بهذا الإيقاع وراح نكمل وياه فأي أحد يفكر في هذا الحل لازم يفكر أيضا بحل ينطلق من القيم والمعايير الإنسانية، من القيم والمعايير الدولية، من موافق لما وقع عليها البحرين. وبالتالي إحنا مو جايين نحط تعجيز عندما نقول أنه يجب أن يكون في مساواة بين المواطنين في البحرين، ما يصير في 1000 طبقة في البحرين وآخرها المعارضة وآخرها الشيعة. نحن مواطنين، نحن أقل من عنوان الإنسان في البحرين. نعم. شو هاي أقل من عنوان الإنسانية في البحرين؟ فأي حل يريد أن يبقي الناس خارج إطار الإنسانية والمواطنة أكيد مهما كان. نعم. ولكن أعتقد أن كل الإقليم والمجتمع الدولي متقدم على هاي المعاني. وبالتالي نعم، أعتقد هناك مداخلة صوتية، أعتقد هناك مداخلة من أحد أفراد الجمهور. نعم، سماحة الشيخ عندك مداخلة، تفضل. سماحة الشيخ، بس ذكرت في بعض الكلمات أن نحتاج في بعض السفارات الجدية. فاليوم في تويتر له بحرين مرور أن السفير الأمريكي يقول أن مطالب الجمهور للمعارضة ذاهبة إلى التحقق في المدى القريب، فما يعني يعني أنا ما سمعت التويت، يعني خلني حتى ما أقدر أتفاعل معك، أنا ما قريت هاي التويت. فما في يعني تصورات أو في من تسريبات اللي قاعدة تصير؟ أنا ما سمعت بالنسبة للتويت اللي اعتمدت عليه في المداخلة، ولكن أعتقد أنه يعني مطالب شعب البحرين هي تتقدم يوم بعد يوم. وهذا الكلام قلته في محطات مختلفة، أن احنا نتقدم نحو مطالبنا، صحيح ببطء وصحيح بصعوبة، ولكن نحن نتقدم. خلص للأسف وقت البرنامج، انتهى الوقت. أعتقد بأن رأي المعارضة الآن أصبح واضح بخصوص الجهد الإقليمي. اليد مفتوحة للمملكة العربية السعودية، للغرب، لكل الدول التي تريد أن تمد يدها صادقة لأجل هذا الحل. أخطأتم في تقرير بسيوني، فلا تخطئوا 3 أعوام أخرى ثمنها من لحمنا ودمنا. السلام عليكم ورحمة الله.